السلام عليكم. الاسم ديالي بوداري فتيحه، رئيسه الجمعيه الوان الشرق للثقافه والتنميه. الحمد لله كما كتشوفوا ان الندوه دازت الحمد لله مزيان، وكانت اسئله واجوبه في محلها، والاضافه كثيره اللي زادها لنا السيد الرئيس بوجواله اللي كنشكرو لان عطانا معلومات قيمه، وحنا جد فخورين بهذا السيد هذا لان صراحه كيساعد صناع المنطقه وكيخدم بواحد الجهد، واللي هو اللي صراحه شجعنا كثير على مهرجان الاناقه والابداع اللي هذه الدوره ان شاء الله غتكون فيها اضافات كثيره وتجديد كثير. وشكرا. السلام عليكم، معكم ساره سعودي المستشاره الاعلاميه للكاستينغ نبيل مود ومهرجان الاناقه والابداع الفني. والحمد لله كيف ما كتشوفوا اليوم كانت ندوه في اجواء جد رائعه ومتميزه، والحمد لله حنا كنطمحوا دائما ان احنا نزيدوا بلادنا القدام وخصوصا الجهه الشرقيه، وهذا هو السبب اللي خلانا نكونوا اليوم هنا. وشكرا لكم، وكنضربوا لكم موعد ان شاء الله في مهرجان الاناقه والابداع الفني في دورته الثانيه. وشكرا لكم. السلام عليكم، شكرا لوسلا نيوز. اليوم كيف ما شفتوا كانت الندوه يعني في الغرفه ديال الصناعه التقليديه بحضور الاستاذ ديالنا رئيس الغرفه السيد ريس بوجواله، وحضور يعني كان جديد في لجنه التنظيم الكاستينغ نبيل مود. هذا الدور هذه اللي تتشرف عليها لالا صوفيا الحريشي من الدار البيضاء كمنظمه، كاين الجديد، فعلا كاين الجديد. الدوره الاولى كيف ما شفتوها دازت كانت كاستينغ يعني في المستوى بالنسبه للدوره الاولى، والدوره الثانيه ان شاء الله تنتمنى وغدا ان شاء الله تكون اقبال كبير من جهه العارضين والعارضات، لانهم يجوا بكثافه وكاين حضور جديد لوجوه جديده في الفن في لجنه التحكيم. نبيل مود هذه السنه هذه اللي غادي يكون في لجنه التحكيم ان شاء الله مع صوفيا الحريشي وسي حميد الدوسي وخوله بن عمران وامير. اذا هذا هو الجديد في الكاستينغ ديال نبيل مود، وانتظرونا ان شاء الله غدا ان شاء الله باذن الله، وتنتمنى دائما الاستمراريه مع سي نبيل مود، والجهه الشرقيه ان شاء الله تالق وتكون في تنميه اكبر واكبر ان شاء الله. شكرا لكم.